حضرتك هم هربوه من باب المطبخ. حضرتك هو اللي هرب لوحده يا باشا، ههربه ازاي بس؟ دي سمعة مكان. انا عايزك تهدي خالص وتاكدي انك مش هتخرجي من هنا غير ومعاكي حق. مش حق انا بس، حقي وحق كل البنات التانيه اللي اتصوروا. احنا اتحفظنا على الموبايل خلاص، وصاحب الكافيه جاي في الطريق. حضرتك انا بقالي اسبوعين بس شغال، مش عايز مشاكل. عملتوا ايه؟ انا مش هسكت، انا هبهدل الدنيا اخر بهدله. هو ده الحيوان؟ ماما ممكن تهدي يا فندم؟ حضرتكم مش هتمشوا من هنا الا لما يجي لكم الواد. اتصل يا ابني بصاحب الكافيه يا ابني، استعجله خليه يجيب بطاقه الواد. يا باشا ماليش ذنب والله العظيم، حتى حضرتك اسال الهانم. مش حضرتك قعدت ساعتين او اكتر في الكافيه؟ حد قرب لحضرتك او ضايقك؟ النهار اسود. انا عاوزه اعرف مين صاحب التليفون وفينه. هنجيبه زي ما قلت لحضرتك، حقكم هيجي لكم. طب انا عاوز اعمل محضر لو سمحت. ده اسمه تهريج والله، ده اسمه تهريج. مش عايز صوت بقول لك. انا عايز عزم بيه. اقف هنا ما تتكلمش. عاوز عزم بيه دلوقتي. اقف هنا ما تتكلمش. كنا في دورية يا فندم في شارع 13، لقينا الأستاذ ده ماسك العصاية الخشب وبيضرب واحد فيهم، ولما سألناه قال أنا بدافع عن ابني. يا حضرة الضابط، ناس جاية تضرب ابني قدام بيتنا، لازم أدافع عنه، وطول الطريق عمال أقول لحضراتهم كده، ما حدش عايز يسمعني. ممكن توطي صوتك؟ أنا عاوز عزم بيه دلوقتي. عزم بيه ماشي، هو حضرتك بتهددني؟ يا عم سيبني. اوعى إيدك. يا فندم اللي هو بيقول هو اللي حصل. العيال دي جت اتهجمت عليا قدام البيت. وفي إيه النهاردة؟ كاري أمجد بيه. العيال دي كانت تعمل مشكلة في الشارع، بيقولوا إن في حد نصب على التاني، قلت أجيبهم ونشوف حكايتهم إيه. عرفت أجيبه. أنتوا بتعملوا إيه هنا يا بابا؟ بابا أنت مخلف بلطجية؟ لا ما بابا البنت دي هي ضعف الحظ. دخلت استحمى طلعت ما لقيتهوش، ولقيت الموبايل على الترابيزه. كلمت طاهر ومراد وما ردوش، وعلي رد وقال لي ان هو جاي في الطريق. انا خايف يكون حصل حاجه لبابا يا انكل. لا يا حبيبي ما تخافش، ان شاء الله خير. ما تخافش يا حبيبي. ازيك يا انكل؟ اهلا. ازيك علي؟ بابا فين؟ رايحين فين؟ تعالوا عاوزاكم. اقعدوا. انت اكيد مش هتتخانقي معايا صح؟ يعني انا متفهمه جدا ان انت طبعا قلقتي وان انت مش بتحبي دخول الاقسام، بس اكيد انا ما كانش ينفع اسكت. يعني لو على الاقل مش علشاني فعلشان خاطر البنات التانيه. وانت ايه رايك؟ رأيي إن أروى اتصرفت صح الصراحة، ممكن شايفة تسكت. وأنا رأيي كمان زيكم. في الأول كنت خايفة، بس بعد كده فرحت ببناتي. بناتي بميت راجل. خوفتيني. الحمد لله. ربنا يخليكي لينا. انت زي ما ينفعش نسكت برضو ما ينفعش نكذب. بتكذبوا عليا يا كلاب. ما عملتش حاجه يا ماما. في ايه تضربيني يا ماما؟ بس اهدي. في ايه؟ فاكراني هبله قاعدين مرزوعين ساعتين في الكافيه مع مين؟ ما كناش قاعدين مع حد يا ماما. انت تخرسي خالص. انت يا كبيره يا كدابه. بتعلمي اخواتك ايه؟ بتعلميهم الكذب؟ انا اللي خليتها تكذب. كذبت علشاني. كان عندي بروفه في مسرح الجامعه وعارفه انك طبعا اكيد مش هتوافقي. قلت لها تنزل تستناني نروح نجيب حاجه الموبايل بتاعها. بجد مالهاش ذنب. حرام عليكي اللي بتعمليه ده يا اخي. حرمت عليكي عيشتك. برافيت ايه ونيله ايه؟ حاجه بحبها ونفسي اعملها. مش هتعمليها. عايزه اعملها يا ماما. عاوز اقول لك حاجه، مفيش جامعه تاني، وانت مفيش تمرين في قناه. انا هفرجكم. قدرتي تقدري عليه؟ لا اقدر على اكتر من كده بكتير. فضلوا ادخلوا على اوضكم، مش عاوزه اشوف وشكم.